بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا أجمل ترحيب. مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا الأسبوع. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات المباركات من أول سورة الإسراء، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات من أول سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في مطلع هذه السورة يذكر الله سبحانه وتعالى ويقص علينا حادثة عظيمة، وهي حادثة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله جل وعلا أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع بعد المسافة بين المسجدين، وذلك بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبوجود وسيلة النقل السريعة وهي البراق الذي جاء به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أركبه عليه وخطوه مد البصر. أما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان كلمة تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العجز وعن النقائص والعيوب وعن الشرك غير ذلك مما نزه الله نفسه عنه، فهو المستحق للتنزيه المطلق سبحانه وتعالى لكماله وجلاله وعظمته وقدرته وكبريائه. الذي أسرى بعبده، فالإسراء هو السير ليلا، والذي أسرى بعبده هو الله جل وعلا، والرسول هو العبد، وهذا فيه شرف العبودية لله عز وجل، فقد وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وهي الإسراء،
كما ذكر ذلك في مقام الوحي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية لله هي شرف العبد، وأكمل العبيد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعجزات، حيث إن ما بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى مسافة بعيدة تقطعها الإبل مسافة في مدة شهر أو أكثر. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله على كل شيء قدير. من المسجد الحرام، أي من مكة المشرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني في مكة، وهذا دليل على أن كل ما كان داخل الأميال وله حكم الحرم من حيث تحريم الصيد وقطع الشجر وغير ذلك أنه يسمى بالمسجد الحرام. المسجد الحرام شامل لكل الحرم بدليل هذه الآية. إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى بفلسطين، المسجد الأقصى سمي بالأقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام، وهو موطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول من بنى المسجد الأقصى هو إسحاق ابن إبراهيم أو يعقوب عليهم الصلاة والسلام. فهذان المسجدان مساجد الأنبياء. والمسجد الثالث من مساجد الأنبياء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء. فأسرى به سبحانه وتعالى بصحبة جبريل على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصل هناك وربط الدابة في مكان معين، ثم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء مع جبريل، وتجاوز السبع الطباق وبلغ إلى سدرة المنتهى، وخاطبه ربه عز وجل هناك، وفرض عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة، ثم نزل إلى المسجد الأقصى وعاد إلى المسجد الحرام في ليلته ذهابا وإيابا، ذهابا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج إلى السماء، ثم النزول، ثم الرجوع إلى المسجد الحرام في ليلة واحدة. ولما قص ذلك على أهل مكة، أما المؤمنون فهم آمنوا بذلك وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المشركون فإنهم استبعدوا هذا واتخذوا هذا من الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نضرب أكباد الإبل مسافة طويلة إلى المسجد إلى الشام
ولا نأتي إلا بعد مدة طويلة، وهذا يزعم أنه ذهب إليه ورجع منه في ليلة واحدة، لأنهم لم يتصوروا قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن أهل الإيمان زاد إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما ترى ما أخبر به صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد منه في ليلة واحدة. فقال رضي الله عنه: إن كان قال هذا فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء والوحي، فكيف لا أصدقه في هذه؟ فهذه قصة الإسراء والمعراج، والحكمة في ذلك هي في قوله تعالى: لنريه من آياتنا. فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الإسراء والمعراج في الأرض والسماء من آياته الشيء الكثير، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إنه أي الله جل وعلا هو السميع البصير، السميع الذي لا يخفى عليه، لا تخفى عليه الأصوات بجميع اللغات مع تفنن الحاجات، فهو لا يفوت عليه صوت من الأصوات في هذا الكون الفسيح. البصير الذي يرى ولا يحجب بصره شيء، يرى ما في السماوات وما في الأرض وليس دونه شيء يحجب بصره سبحانه وتعالى، فهو يرى ويبصر كل ما يكون في هذا الكون وما يحدث في هذا الكون. ثم قال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب، الذي هو التوراة. وكما أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فقد أنزل على موسى التوراة وجميع الكتب المنزلة من السماء هي من الله جل وعلا، أنزلها على عباده ليدلهم على ما ينفعهم ويقربهم إليه سبحانه وتعالى. وخص موسى والتوراة لأنهما أقرب الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن موسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، والتوراة هي أعظم الكتب بعد القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأكملهم، فبين النبيين تشابه، وبين الكتابين تشابه. وعيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل مكملاً للتوراة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، الكتاب جعله يعني التوراة جعلها الله هدى لبني إسرائيل، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فكلا الكتابين كتاب عظيم مشتمل على ما يحتاجه البشر، والتوراة لبني إسرائيل، والقرآن لجميع الأمة من العرب والعجم والجن والإنس. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا،
نهي عن الشرك. قد نهى الله بني إسرائيل عن أن يشركوا بالله شيئا، وجميع الأنبياء جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا غرابة في أن يوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى موسى وإلى غيره من الأنبياء، فهذا فيه تصديق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم. نعم. جزاكم الله خير. بعد أن وقفنا مع هذه الآيات المباركات، نذكر الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بالشيخ أو في البرنامج أن يكون ذلك عبر الهاتف، وأن يكونوا بعيدين عن التلفزيون كي لا يكون هناك ارتداد أو صدى بيننا وبين الشيخ. نأخذ اتصال من عبد الله من ستير. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ارتداد. نعم تفضل. السؤال الأول، ما حكم من يصلي أو يدعو وهو مغمض العينين؟ نعم لا بأس يغمض العينين إذا احتاج إلى هذا، بأن كان أمامه ما يشغله من أجل أن يكون أحضر لقلبه عن الشواغل، لا بأس عند الحاجة. نعم. وإذا كان ما عنده شيء يشغل يا شيخ؟ يكره تغميض العينين في الصلاة والدعاء من غير حاجة. نعم. طيب الثاني، الله يحفظك، ما حكم اللي يتأخر في خط سفر، يتأخر من أجل الجمع والقصر، يعني يتأخر من نفسه، يعني يقبل على الديرة اللي بيروح لها لكن يتأخر في السفر، أو أنه يتأخر لحين وجوب صلاة الظهر بحيث يجمعها الظهر مع العصر؟ يا أخي لا بأس بذلك، ما دام مسافرا ولم يصل إلى بلده فإن له الجمع والقصر، ولا نقول استعجل، ولا نقول استعجل من أجل أن تصلي في البلد، لأنه ما زال مسافرا. نعم. تتأخر من عنده يا شيخ، هو اللي قاصد التأخر ولا وصل قبل؟ ما دام يا أخي ما دام في السفر فلا نمنعه من القصر والجمع. طيب. تأخر أو تقدم، أسرع أو تباطأ. نعم. شكرا. كم يكون نصاب الزكاة في الأموال بالريال السعودي يا شيخ؟ بالريال السعودي الفضة؟ نعم. 56 ريال سعودي، وما يعادلها من الصرف من الأوراق النقدية، هذا هو النصاب. نعم. يقول يا شيخ، ما الأولى للشاب، الحج أم الزواج؟ هذا حسب حالته، إن كان يخاف على نفسه من العنت فيقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج. نعم. السؤال الأخير يا شيخ يقول، ما حكم من يتعمد إصابة الناس بالعين، وما الأشياء التي تقي من العين من الآيات والأحاديث؟ مأجورين. على من عنده هذه الصفة أن يدعو للناس إذا رأى ما يعجبه، ويدعو لهم بالبركة، وأن يدعو لهم أيضا بمزيد الخير، ولا يحسدهم على ما أتاهم الله من فضله، بل يسأل الله من فضله أن يرزقه مثلهم. نعم. تفضل يا ثامر من الدمام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ أنا بسألك، أنا جاي بحفظ القرآن، ما هي أفضل طريقة يا شيخ بالنسبة لحفظ القرآن، وأيضا بالنسبة لقراءة التفاسير، ما هو أفضل كتاب لقراءة التفاسير؟ شكرا. يا أخي حفظ القرآن، تذهب إلى مدرس القرآن وهو يعطيك الطريقة التي تسير عليها، تحضر مثلا المسجد مع الحلقة، و
تفعل مثل ما يفعل الطلاب الذين يحفظون القرآن، والمدرس هو الذي يعطيك الإرشادات في هذا. نعم. والتفسير، التفسير الصحيح الذي على منهج السلف، تفسير ابن كثير هو أقرب شيء. نعم. هذا سائل يقول: هل نستفيد من وسائل الاتصالات كالإنترنت وذلك في قراءة الكتب والمقالات وغيرها؟ الشيء النافع خذه من الإنترنت ومن غيره، وأما الشيء الضار فتجنبه في أي مكان. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن فضل صلاة الضحى، وهل إذا فاتت يا فضيلة الشيخ نقضيها، ومتى قضاؤها؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وإذا فاتت لا تقضى، سنة فات محلها ولم يرد أنها تقضى. نعم. تفضل يا أخي محمد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. تفضل نسمعك محمد. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. أنا صليت الفجر، أوكي، صليت الفجر. طيب. ألو. نسمعك، تفضل. صليت الفجر 3 ركعات. كنت ناسي، إيش يعني كيف إيش الطريقة إيش أصلح يعني؟ إذا كنت ناسيا فصلاتك صحيحة، لكن تسجد للسهو. بعد السلام تسجد للسهو 2 ركعات. وصلاتك صحيحة إن شاء الله ما دمت لم تتعمد الزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إنني أعاني من التحرز من خروج البول ومن سلس البول، فما قضيتي مع الصلاة وماذا يلزمني يا شيخ صالح؟ أولا، إن كان هذا من باب الوسواس ومن عمل الشيطان معك ليشوش عليك، استعذ بالله من الشيطان ولا تلتفت للوسواس. أما إذا كان واقعا فإنك تراجع الطبيب لعله أن يجد لك علاجا شافيا بإذن الله. وإذا استعصى هذا الشيء عليك واستمر، فإنك تكون من أصحاب الحدث الدائم، تستنجي عند الصلاة، عندما تريد الصلاة تستنجي، تغسل ذكرك، تضع عليه شيئا يمنع التسرب، ثم تتوضأ وتصلي في الحال، هكذا تعمل. نعم. الأخت سلمة تقول: المرأة يا شيخ إذا كانت ناسية وطافت وهي منقبة ولابسة للقفازين، ماذا يلزمها؟ إذا كانت ناسية فليس عليها شيء، أما إذا كانت متعمدة يكون عليها الفدية، لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فيكون عليها الفدية، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. نعم. لها فقرة أخرى، تكون في مكة، تذبح الشاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الأخت لها الفقرة الأخيرة عن حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين الذي فوق الأنف إذا كان كثيفا. لا تتعرض للحاجبين ولا ما بينهما إلا إذا كان مشوها، إذا كان مشوها فإنها تزيل ما بين الحاجبين، أما إذا كان عاديا فإنها تتركه لئلا يتطرق الأمر إلى الحاجبين. نعم. تفضل يا أخي محمد من حائل. السلام عليكم. والسلام. سلام. عندي سؤال، عندي 2 أسئلة. واحد، الأول، أنا عندي سفر يوميا 150 كيلو رايح و 150 راجع، وعندي صلاة العصر بالذات أقصرها مع الظهر، هذا السؤال الأول، فهل هذا صح؟ طيب يجاوب الشيخ. ما دمت في الطريق ذهابا وإيابا فإنك تجمع وتقصر، ما دمت في الطريق ذاهبا أو راجعا فإنك تجمع بين الصلاتين وتقصر الرباعية إلى 2 ركعات. نعم. بالنسبة
السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا وصلت البيت مع دخول صلاة العصر وأنا قاصر، هل أصلي بالمسجد؟ عندنا مسجد هنا، هل أدخل بالمسجد وأصلي؟ لا، أنت صليت يا أخي، ما تكرر الصلاة. ما طيب، شكرا. بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم تحية المسجد وقت النهي. هذه فيها خلاف، والأدلة متجاذبة فيها، فإذا صلى لا ينكر عليه، وإذا جلس فإنه لا ينكر عليه، لأن المسألة خلافية وكل قول له دليل والله أعلم. لكن إذا صلى لا ينكر عليه، وإذا جلس ولم يصلي فلا ينكر عليه أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأن جدي توفي، وذلك في العشر الأواخر من رمضان، والعشر المتبقية يقول صامت عنه أختي، هل لها ذلك مع أنه لم يوصي بذلك؟ ليس عليه صيام، الشيء الذي لم يدركه ومات قبله من رمضان ليس عليه صيامه، فهذا اجتهاد ليس في محله، ولو سألت قبل أن تفعل لكان ذلك أحسن لها. نعم. سعود من القصيم، تفضل يا سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ طول العمر الله يحفظك، أمي في قدمها غرغرينة، وهل يجوز تتوضأ بالعضاء مع عند القدمين أو أنها تتيمم؟ تتوضأ في الأعضاء الصحيحة، تغسل الأعضاء الصحيحة، وأما العضو الذي لا يستعمل فيه الماء لأنه يزيد المرض فتتيمم عنه، تغسل الصحيح وتتيمم عن غير الصحيح الذي لا يناسبه الماء. نعم، جزاكم الله خير. يقول أبو أسامة، يا شيخ ما حكم قول الشخص اللهم انصرني على من ظلمني؟ نعم، لا بأس بذلك، وكونه ما يدعو عليه، كونه ما يدعو عليه أحسن، لكن إذا دعا على من ظلمه فلا بأس بذلك، ويكون قد أخذ حقه، استوفى حقه. نعم. هذا يسأل يقول في التعامل يا شيخ مع المصارف، ما الفرق بين القرض والتمويل البنكي، وما الوارد والأصح الذي حددته الشريعة ليكون جائزا في ذلك؟ الذي حددته الشريعة أن القرض لا يؤخذ عليه زيادة، لأنه عقد إرفاق وإحسان إلى المحتاج، فإذا كان خاليا من الزيادة ففيه أجر، وأما القرض بزيادة مشروطة فهذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم، أن القرض الاستثماري أنه ربا صريح وحرام ولا يجوز، لا في البنوك ولا في غيرها. نعم، جزاكم الله خير. يقول هذا السائل أبو محمد الشيخ صالح، هل كل مسلم يقوم بالدعوة إلى الله، وما شروط الدعوة، وهل هي واجبة على الجميع؟ الدعوة واجبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي واجبة على من عنده الاستعداد لها علميا، ومن حيث الطريقة التي يتبعها، الطريقة الشرعية، فمن كان عنده الاستعداد في العلم بحيث يعلم ما يدعو إليه وما ينهى عنه، عنده علم بهذا وليس عنده غيره فقط وليس عنده علم،
وكذلك تكون الدعوة بالحكمة والرفق والجدال بالتي هي أحسن. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، دل على أن الذي ليس عنده علم لا يدعو إلى الله، لأنه ربما يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يسأل عن شيء فيجيب بغير جواب صحيح، فلا يتقدم للدعوة ويقوم بها إلا العلماء. وأما العوام يكون عندهم كراهية للمنكر والمعاصي وينبهون على الشيء الواضح مثل ترك الصلاة، مثل المعاصي الظاهرة ينبهون عليها ويأمرون إخوانهم الذين يرون منهم تكاسلا ويعينونهم على أنفسهم. وأما الدعوة للكفار والدعوة للمخالفين هذه تحتاج إلى العلم والبصيرة. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال من عبد العزيز من مكة، تفضل أخي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ ارتداد. ارتداد. اسمعنا من الهاتف عبد العزيز، ابعد شوي عن التلفزيون. ابعد. ابشر والله. تفضل. قصر التلفزيون. تفضل يا عبد العزيز. الله يسلمك ان شاء الله. يا ممكن اسال الشيخ؟ تفضل. عندي سؤال، اخوي مات الله يرحمه. واستلفت منه 200 قبل ما يتوفى ومات بعدها، وش يسوي بال 200 الان؟ طيب شكرا. والسؤال الثاني الو نعم السؤال الثاني الله يسلمكم، الله يكرمك. انا قتلت كلب، الله يكرمكم يكرم السامعين، من فوق البيت رميت حجر، بعد اسبوع كذا لقيت ميت، فلا ادري هو السبب مني انا ولا من غيري، فهل علي شيء مثلا؟ طيب شكرا. شكرا يا بالنسبة للسؤال الأول، 200 تجعلها في تركة الميت وتقسم على الورثة مع تركته لأنها حق للورثة. وأما الكلب الذي قتلته فإن كان مؤذيا فلا بأس بقتل المؤذي إذا لم يندفع شره وأذاه إلا بقتله لا بأس، أما إذا كان غير مؤذي فأنت أخطأت في هذا وعليك التوبة والاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول الجميع يرجو أن تجتمع كلمة المسلمين، وهذا أمر مطلوب من المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة، فكيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟ هذا سهل جدا، وقد وضحه الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، باعتصام بالقرآن وكذلك السنة، قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالكتاب والسنة هما اللذان تحصل بهما العصمة من الاختلاف، وهما اللذان يجمعان بين القلوب ويورثان المحبة بين المسلمين. نعم، وصلنا هذا الفاكس. يقول السائل ما حكم شراء منزل لي ولأولادي عن طريق إحدى المؤسسات مع العلم بأنه تم دفع عربون باسمي إلى المؤسسة؟ إذا اشتروه وتملكوه، المؤسسة تملكته أو هو في ملكها من قديم ثم باعته عليك فلا بأس بذلك لك أو لذريتك، المهم أن يكون البائع مالكا للمبيع قبل العقد معك، فلا بأس بذلك، تشتريه منهم بثمن حال أو بثمن مؤجل أو مقسط لا بأس بذلك، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم، طيب ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. سائل خلف من الرياض معنا على الخط، تفضل خلف. سؤال الشيخ. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام.
سؤالي بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول بحكم راتب التقاعد، التقاعدي بعد سن 20 سنة أو 25 سنة. طيب السؤال الأول. السؤال الثاني الصلاة على الجنازة، إذا صلى الواحد على أكثر من جنازة هل يكتب له أجر أكثر من جنازة؟ ونعرف أنه يعني الصلاة على الميت قيراط، فإذا صلى على 10 جنائز هل له 10 قيراطات أو ماذا؟ طيب نعم، حكم الراتب التقاعدي يا فضيلة الشيخ؟ هذا حق للمتقاعد، حق للمتقاعد جعلته له الدولة، ويرجع إلى النظام في هذا، يرجع إلى النظام، فإذا كان يستحقه في النظام فهو حلال له. وأما السؤال الثاني عن الصلاة على أكثر من جنازة، نرجو أن يكون له الأجر بحسب نيته، له الأجر بحسب نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هل قصده الصلاة على عدد من الجنائز جميعا بصلاة واحدة؟ نعم. أو قصده أنه يذهب إلى يتتبع الجنائز في المساجد ويصلي عليها؟ الكل إن شاء الله فيه خير. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال، يقول السائل كيف تكون مراقبة الله في الخلوات؟ أن تستحضر أن الله مطلع عليك وأنه يراك ويسمع كلامك، فإذا تصورت هذا فإنك تراقب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت، يعني في أي مكان، مع الناس أو خاليا عن الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. تفضل يا أخي محمد من الطائف. نعم شيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، ارفع صوتك، تفضل اطرح سؤالك. جزاكم الله بخير يا شيخ. كيف حالك؟ نعم. الله يحييك. حياك الله بخير. ويرعاكم ويديم علينا الامن والاستقرار. امين. وفقنا واياكم لما نحب ويرضى. احنا نحبكم يا مشايخنا. آمين. ونقدركم ونحمد الله سبحانه وتعالى ان نشوفكم وناخذ اسئلتكم. يا شيخ لنا في قرى في ضوح الطائف يجينا ناس يدعون الى الله سبحانه وتعالى، لا يتعرضون سياسه ولا يتعرضون، يعني يدعون دعوه يعني ويرغبون الناس ويجيهم بالاخلاق الحسنه ويجونا ونستقبلهم. في ناس يقولون انهم ما ادري وش فيهم وان المشايخ حذروا منهم، والله ما ادري عنهم. طيب نبغى ناخذ رايك في مشايخ الله يرضى عليك اللي هم جماعه التبليغ بعد. شكرا. والله يا اخي الحمد لله الحكومه ما قصرت، عينت دعاة وجعلت وزاره للشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد، فيقتصر على هؤلاء ولا يمكن غيرهم من الدعوه، لأن هذا فيه تضارب في الدعوة، وهؤلاء ربما يكونون غير مؤهلين أيضا للدعوة، وأيضا ما يدرى عن عقائدهم وما يدعون إليه. فالحمد لله الدولة جعلت دعاة مؤهلين ويتجولون ويدعون إلى الله ويعلمون الناس، فيهم الخير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن أرسلت هذه الأسئلة لفضيلتكم، تقول شيخ عندي ابن عمره 9 سنوات أنصحه بالصلاة وأتابعه وأنا حريصة عليه هو ووالده، لكنه يقول بأنني صليت عندما نسأله وقد يكون لا يصلي، هل آثم بذلك؟ نعم، يجب عليكم ملاحظته ومتابعته، خصوصا والده يأخذه معه للمسجد ويذهب به إلى المسجد ويصلي إلى جانبه حتى يعتاد الصلاة ويألفها ويستمر عليها. ولا يكفي أنه يقول أنا صليت وأنتم لا تثقون من كلامي وتتركونه، لا، والده عليه القسط الأكبر من هذا، وهو أن يذهب به إلى المسجد ويجعله معه
ويصلي إلى جانبه حتى يعتاد هذا ويألفه ويرغب فيه، هكذا التربية الصحيحة. نعم، جزاكم الله خير. تقول سؤالها الثاني: رباط يوم وليلة متى يكون بالنسبة للمرأة حتى تواظب عليه؟ هذا في الجهاد في سبيل الله، والمرأة ليس عليها جهاد. الرباط هذا يكون في الثغور، ثغور بلاد المسلمين يرابطون فيها لئلا يتسلل أحد من الكفار أو من الأعداء إلى بلاد المسلمين، هذا الرباط في سبيل الله عز وجل. والمرأة تجتهد في العبادة والطاعة وهي في بيتها وهي على خير إن شاء الله. الحمد نعم. لله. ما زلنا على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح. يقول فضيلة الشيخ: هذا السائل: تجرع بعض الناس على الفتوى بغير علم، وإذا أخذ الإنسان بهذه الفتوى وهي غير صحيحة فما الحاصل في ذلك؟ الحمد لله، العلماء الذين هم مؤهلون للفتوى معينون وكثيرون ومعروفون عند الناس، أمن عنده سؤال فليتقدم إليهم ويسألهم، وأما من لا يعرف بعلم أو لا يعرف بدين وتقوى فهذا لا يسأل، أو يعرف أنه جاهل وليس عنده علم لا يجوز سؤاله. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، تفضل يا أخي هلال من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بدأ أودي كلام الشيخ لو سمحت. تفضل تفضل. عندي سؤالين. السؤال الأول: نبي شركة اسمها مساكن، هذه كلمتهم عن يقصدون بيوت، قالوا احنا ناخذ في النسبة 5% وناخذ من المبلغ اللي تقتضيه سلم 10%، فيجوز انهم ياخذون الفوائد مقدم ولا ما يجوز؟ هذا السؤال الأول. طيب خلي يجاوب الشيخ لحظة شوي، يجاوب الشيخ. تفضل يا شيخ. والله يا أخي ما أعرف هذه الشركة، لازم نطلع على نظامها هل هو صحيح أو ما هو صحيح، نقدر نفتي فيها ونحن لا نعرف نظامها. نعم، السؤال الثاني. الثاني: أخذت قرض من الراجحي بنك الراجحي وعطاني ثاني مرة قرض نسبة 10%، يعني 10,000 فوائدها 6,200، وهم جيت تمسك قصادها قالوا ما خلاص، يعني قلت النسبة رجعت 3% بنظام البنوك، قال لا هذا عقد مبلغ مجد، واجبروني على تسديده كامل بالاقساط اللي بيني وبينهم. شكرا. يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ واضح يا أخي. ما هو القرض؟ هل أنت أعطوك دراهم وتردها عليهم بزيادة؟ هذا حرام ولا يجوز، إنما ترد مقدار الدراهم التي أخذتها منهم. أما إذا كان باعوا عليك، والناس الآن يسمون مسألة التورق يسمونها قرض، وهذا خطأ، هذه بيع. إذا كان باعوا عليك سلعة أو بيتا أو سيارة أو غيرها من السلع بثمن مؤجل فلا بد أن تقبضها، لا بد أن يملكوها هم قبل العقد ثم يبيعونها عليك، ثم أنت تقبضها وتنقلها وتبيعها في مكان آخر على غيرهم، فإذا حل الأجل تسدد لهم القيمة التي بينك وبينهم. هذه تسمى مسألة التورق وهي بيع وليست قرضا. نعم. يسأل يا شيخ هذا عن الدعاء، ما فضله وما هي أوقاته وما حكم دعاء الوالدين على الولد، هل يستجاب؟ الدعاء أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة، وأن المسلم محتاج إلى الدعاء دائما وأبدا، ولكن عليه أن يدعو الله بحضور قلب، هذا أول شيء، ما يدعوه وهو غافل وساهي. ثانيا أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه وما يأكل منه وما يتغذى منه، أن يكون ما أكله ومشربه وملبسه طيبا حلالا، فإن كان يأكل من حرام أو يشرب من الحرام أو يلبس من الحرام أو غذي بالحرام فإنه لا يستجاب له دعاء، ولا يغضب والديه حتى يلجئهما إلى الدعاء عليه، فإن دعوة الوالد مستجابة، ولكن على الوالد أن يحلم على ولده وأن لا يستعجل في الدعاء عليه لعل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب. نعم، أحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما معنى بأن الملائكة تصلي على المصلين ما داموا في مصلاهم؟ وهل يشمل هذه الأيام من من الله عليه بالتبكير إلى المسجد؟ نعم، الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة هذا في صلاة، والملائكة تستغفر له ما دام ينتظر الصلاة، فانتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أجر عظيم إذا جلس ينتظر الصلاة أو صلى الصلاة الحاضرة وجلس ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. من الإمارات الأخ عابد يقول: في سيارتي وفي الدرج أضع مصحف صغير، وذلك ردا للعين وأيضا ردا للحوادث، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، وهذا استعمال للمصحف في غير ما أريد به المصحف، إنما يستصحبه المسلم ليقرأ به، يقرأ القرآن به عند فراغه أو عند تمكنه من ذلك للتلاوة، ولا يأخذه لدفع العين أو للحفظ، هذا حرز، هذا يعتبر من الحروز ومن الحجب، ولا يجوز هذا العمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البدع مراتب ودرجات؟ ومتى يكون صاحب البدعة قد خرج من السنة؟ البدعة خلاف السنة، وكل من ارتكب بدعة فهو مخالف للسنة بقدرها، تكون البدعة مكفرة كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات والأضرحة والشرك بالله عز وجل، هذه بدعة شركية مخرجة من الملة، وتكون البدعة دون ذلك فتكون ضلالة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى كل حال البدع لا خير فيها، كبيرة كانت أو صغيرة، والصغيرة تجر إلى الكبيرة، فعلى المسلم أن يتجنب البدع وأن يلزم السنة، السنة النبوية: عليكم بسنتي، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي، فيلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجنب البدع. نعم، فضيلة الشيخ، خادمة عند شخص بعقد شهري ولم يعطيها لمدة شهرين، إذا جمعها وأعطاها للأشهر الفائتة والمتبقية؟ هذا حسب طلبها، إذا طلبت استحقت الأجرة وطلبتها يجب عليها المبادرة بإعطائها، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، فيجب إذا طلبت ذلك وقد استحقت عليه الأجرة يجب عليه المبادرة بإعطائها، قد تكون محتاجة، قد يكون وراءها من يحتاج من أسرتها، فلا يماطلها في ذلك، هذا ظلم. نعم، ناخذ السائل مساعد معنا على الخط. مساعد، تفضل. عليكم السلام يا شيخ صالح، مساك بالخير. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح، اشهد الله رب العرش العظيم اني احبك في الله. جزاك الله خير. نعم، الله ينعم عليك دنيا واخره. يا شيخ، انا عندي سؤال طال عمرك وابغى انك تفتيني فيه، حسب ما قال الله في كتابه يقول: واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. السؤال يقول: هل لابن البنت اذا توفت امه بعد ابيها له الحق ان ياخذ نصيب امه المتوفاه؟ واذا كان الجواب لا، بما تنصح القضاة الذين يورثون ذوي الأرحام بوجود أصحاب الفروض ويشرعون شرعا لم يشرعه الله؟ وجزاك الله خير عني وعن جميع المسلمين. والله يا أخي، القضاة أنا لست مرجعا للقضاة، مرجعهم وزارة العدل، فإذا كان عندك إشكال أو اعتراض على واحد منهم قدمه للتمييز، قدمه للاستئناف، وهم ينظرون فيها الاعتراض هذا هل هو صحيح أو غير صحيح، وهم الذين يعرفون المواريث وترتيبها على المستحقين، فراجع القضاة. نعم، أحسن الله إليك شيخ. يقول: كيف أفرق بين الاسم والصفة لله تبارك وتعالى؟ الاسم ما سمى به نفسه، مثل السميع البصير القدير الكريم، والصفة تشتق
من الاسم. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والرحيم يدل على الرحمة، وهكذا. نعم. يقول يا شيخ: ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية، فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، أيهما يختار المضحي؟ إذا كان كسر القرن كبيرا يعني أكثر من النصف هذه ما تجزي، أما إذا كان أقل يعني قليل من القرن يعني انكسر منه شيء قليل فهذا لا يؤثر، فاللي تكون أحسن وأجزل تكون أحسن ممن دونها مما دونها من الأضاحي. نعم. فضيلة الشيخ، هذا أبو أحمد يقول: الشيخ صالح الفوزان، بالنسبة للصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح، هل ألزم صيغة واحدة إذا كنت لا أحفظ إلا هي أم أنوع؟ إذا كنت ما تحفظ إلا واحدة تأتي بها، وإذا كنت تحفظ يعني عدد من الاستفتاحات فإذا جئت بهذا مرة والثاني مرة أخرى وهكذا هذا طيب. نعم. تفضل يا بندر من حائل معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا شيخ أود بالتفصيل، جزاك الله خير وحلمك علينا شوي بالتفصيل، صلاة الاستخارة، كيفية صلاة الاستخارة؟ هل الدعاء أولا هل الدعاء يكون قبل السلام، ثم هل يقدم الشخص على ما يريده على ما يهم به، أو ينظر ما كيف تكون يعني؟ وعندي سؤال. صلاة الاستخارة يا أخي إذا هممت بالشيء ولم يتبين لك أو لم يترجح عندك فعله فإنك تصلي صلاة الاستخارة، كأن تريد أن تتزوج بامرأة فتستخير هل تصلح أو ما تصلح، تريد أن تشارك أحدا في تجارة وأنت لا تعرفه ولا تجد من يخبرك عنه فإنك تستخير، فإن ترجح لديك فعل الشيء تمضي فيه، وإن لم يترجح لك فإنك تمتنع من ذلك أو تكرر الاستخارة حتى يترجح عندك الذي تريده. نعم. والدعاء يكون بعد الصلاة، الدعاء يكون بعد الصلاة، تصلي ركعتين أولا من غير الفريضة ثم تدعو بالدعاء بعد الصلاة يا أخي. نعم. السؤال الثاني، جزاك الله خير. طيب. السؤال الثاني، تبين لي من فتواك قبل عدة حلقات أن المسبوق لا يكون إماما لمن يأتي بعده، ما أدري، أنا أودي أتأكد من الفتوى هذه بس. أنا نعم. إمام مسجد. هذا هو اللي يظهر لي يا أخي، لأن المأموم إنما يكون إماما إذا استخلفه الإمام، أما إذا كان لم يستخلفه الإمام فلا يتحول إلى مأموم، هذا ما يظهر لي. نعم. لا يا شيخ، المسبوق، قصدي المسبوق. المسبوق اللي قام يتم ما عليه هو اللي فيه الكلام. نعم. شكرا. شكرا. فضيلة الشيخ، التشكي إلى الناس من مرض أصيب به الإنسان، هل هذا يخل في شيء من عقيدته؟ إذا كان يذكر المرض للطبيب من أجل أن يلتمس له علاجا فلا بأس، أما إذا كان يذكر المرض من باب الضجر والتشكي هذا يكره، لأنه شكوى إلى المخلوقين، ولأن فيه دليل على عدم الصبر والاحتساب، فكونه يصبر ويتجلد أحسن من أنه يشتكي. نعم. ما الضابط يا شيخ، يقول السائل، في قبول الهدية بالنسبة للعمال؟ العمال لا يقبلون الهدية ما داموا على رأس العمل، هذه تصير رشوة، وإذا كانوا على أمور بيت المال فيكون هذا من الغلول. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ، ما الأحكام المتعلقة عند نزول المطر؟ بعض الناس يترك سنن كثيرة، فما الوارد في ذلك؟ إذا نزل المطر يشكر الله على ذلك ويحمد الله على ذلك ويقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف يبرئ الإنسان ذمته من حقوق أخذها أهلها ذهبوا؟ إذا كان يعرف ورثتهم يعطيها لورثتهم، إذا كان ما يعرفهم ولا يعرف ورثتهم
فإنه يتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها. نعم. تفضل يا أخي أحمد معنا على الخط من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا شيخنا الله يحفظك، كان عندي سؤال فيه دعاء أبي أتأكد منه، قالوا أنه قيل على لسان الشيخ فضيلة الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه، لو حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، وفي من أنكر الدعاء هذا، قالوا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ما دعوت بعد التشهد في أي شيء إلا تحقق لي، فما أدري صحته، هل يجوز أو ما يجوز يا شيخنا الله يحفظك. شكرا. يا أخي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا في القرآن، كيف ينكرونه في القرآن؟ المسلم يقول حسبنا الله أو حسبي الله ويسأل الله أن يؤتيه من فضله، هذا لا بأس به. وأما أن الشيخ يقول شيء أو يعمل شيء ما أدري، أنا ما أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أردت أن أخذ مبلغا من المال لتزويج ابني وأيضا لترميم بيتي، في نظركم وطريقة الشريعة الإسلامية في تصحيحه، ما هي الطريقة المثلى للحصول على هذا المال من رجل يبيع ويشتري أو من مؤسسة تجارية؟ إما أن يقرضك قرضا حسنا تدفع حاجتك ثم ترد عليه المبلغ الذي أخذته منه، هذا القرض الحسن، وإما أن تلجأ إلى مسألة التورق، أن تشتري منه سلعة يملكها قبل العقد ثم تقبضها منه وتبيعها على غيره وتنتفع بثمنها، فإذا حل الأجل تسدد له دينه الذي هو ثمن السلعة التي اشتريتها منه مؤجلا. نعم. يقول السائل يا شيخ، أنا أحب والدتي أكثر من أبي ومتعلق بوالدتي، هل في ذلك شيء يا شيخ؟ الحب هذا ما تملك الزيادة فيه والنقص منه، هذا من الله سبحانه وتعالى، تحب الوالدين والأم لا شك أنها أرجح من الأب، لما تعانيه وتقاسيه ولما تقوم به نحو الولد في صغره فهي أرجح وهي أكثر أجرا من الأب، وإن كان الأب له أجر كبير وله حق عظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بالنسبة لصلاة الليل، هل تقضى إذا فاتني أكثر من يوم لم أصلي صلاة الليل، هل أقضيها في النهار؟ إذا كثرت عدة ليالي فلا تقضيها، أما إذا كانت ليلة واحدة فتقضيها في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل دخول وقت الظهر، تقضيها في هذه الفترة، لكن تشفعها إذا كنت توتر بثلاث تجعلها أربع، توتر بخمس تجعلها ست، كل ركعتين بتسليم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا زوج يقول بأنني ظلمت زوجتي في التعامل معها في بداية حياتي وقد استمر على ذلك أكثر من 10 سنوات، الآن أريد أن أطيب خاطرها عن الظلم الذي لحقها، يا فضيلة الشيخ كيف يكون ذلك في التعامل الزوجي؟ طيب، اطلب من المسامحة، فإذا سمحت عنك فالحمد لله، وإذا أعطيتها شيء من المال حتى تسمح فهذا شيء طيب. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم، شكرا لفريق العمل في منزل الشيخ، والشكر موصول لزملائي معي في الاستوديو ناصر العتيبي مخرج هذه الحلقة، اتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.